مجلس الوزراء السعودي على تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان في منصب وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي. وتعتبر الأميرة ريما أول امرأة في السعودية تتولى منصبا رياضيا حكوميا رفيعا، وهي حاصلة على شهادة في دراسة المتاحف مع التركيز الأكاديمي على المحافظة على الأثار التاريخية من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية. وجاء التعيين متواكبا مع انطلاق الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو، والتي يشارك فيها 4 لاعبات سعوديات ضمن البعثة الرياضية للمملكة العربية السعودية. للحديث حول هذا الملف معي هنا في الاستوديو الناشطة والإعلامية سيدة بارعة الزبيدي، ومن واشنطن المديرة التنفيذية لمؤسسة فريق جدة يونايتد السيدة لينا المعينة. مرحبا بكنا ضيفات الكريمات. وابدا معك سيده بارعه، اولا هذا التعيين على مستوى يعني اعلى ان صح التعبير اعلى سلطه نسائيه رياضيه في البلد، امر غير معهود في المملكه العربيه السعوديه، كيف تقرأين هذا التعيين؟ في اعتقادي انه هذا النوع من التعيين او هذا التعيين بالذات هو يعني يشكل قفزه في الوعي العام لدى الافراد، كذلك يغير حتى المنظومه الاجتماعيه بشكل عام. من المهم جدا ترسيخ صوره انه المراه السعوديه هي عصيه عن التهميش. منصب زي هذا ومثل كثير من المناصب كانت يحكر على الرجال دون النساء، الان تتولاها امراه متعلمه تمثل نموذج. النموذج هذا يعني نحن نحتاجه كافراد على اساس انه نشوف دور آخر في المجتمع، الدور هذا فاعل قيادي، يعني بعدين هذا النموذج نموذج يعني منتقى، وهذا الشيء اللي نحن، وعلى فكرة في كثير من نماذج متعلمين وفاعلين وقياديين من النساء قادرات على أنه يتولوا الكثير من المناصب، بس هذا فاتحة خير يعني كبداية. نعم سيدة لينا، الآن أنت يعني تمارسين الرياضة من خلال ربما كهواية، أيضا من خلال المؤسسة التي ترأسينها كرئيس تنفيذي في جدة، وتمارسون أيضا هناك مختلف الرياضات. هذا التعيين لامرأة كوكيلة للرئيس العام لهيئة الرياضة، ألا ترين بأنه يفتح لكن آفاق جديدة في ممارسة للرياضة النسائية في السعودية بطريقة احترافية وتحت مظلة حكومية رسمية؟ أكيد يفتح يعني أبواب كبيرة، خاصة للملايين من الفتيات اللي هم ما بيمارسوا الرياضة في المدارس الحكومية. الآن أتوقع هذه فعلا نقلة كبيرة جدا. إحنا كل الجهود كانت على مستوى مدارس خاصة، سواء في الجامعات أو المدارس أو جهود مختلفة. أتوقع الآن وخاصة بعد هذه كمان المشاركة الثانية لأربع سعوديات وهو ضعف العدد من أولمبيات لندن، حتكون أكيد مؤشر يعكس المبادرات الكبيرة التي ستكون في انتظار الأميرة ريما تفعيلها في أرض الواقع على مختلف مدن المملكة. فإحنا جدا يعني سعداء بهذا القرار التاريخي، وأتوقع حيفتح أبواب كبيرة لتفعيل الرياضة على مستوى المملكة. نعم سيدة بارع، يعني في السابق كان هناك يعني عدة أحاديث ومد وجزر في هذا الملف، خصوصا يعني ملف الرياضة النسائية. الآن بعد أن أصبح واقعا ملموسا وأصبح من يعني يتسلم هرم الرياضة النسائية امرأة، يعني هل يمكن أن نرى خلال قادم الأيام عدم استفادة أو الاستفادة القصوى من هذا القرار بحكم وجود ربما فئة معينة تعارض وجود الرياضة النسائية في المجتمع؟ أخوي حمد، نحن كمجتمع رزقنا لعقود تحت سيطرة حقيقية لأشخاص أو مجموعات لهم توجهات معينة، أدلجوا أفكارهم وصبغوها بصبغة شرعية حتى تكون نافذة على المجتمع، نافذة يعني لا يمكن أن إلا أن تنفذ، يعني تكون شيء ليس
ليست وصاية. لما تصبغ أي أمر بصبغة شرعية أو تعطيه شرعية فهو يجب أن تنفذه، نحن مجتمع إسلامي. لكن طبعا كانت لهم توجهات معينة، وكانت المرأة ركيزة أساسية لهذا الخلاف. هذا الشيء هو لم يشكل يعني عبء على المرأة فقط وسيطر على المرأة، لكن سيطر على الرجل كذلك بطريقة أو بأخرى. القيادة اللي جت كانت قيادة لها فكر نير، عندهم رؤية مستقبلية حقيقية، كان عندهم وعي أنه هذه الأفكار المؤدلجة لا يمكن أن تكون أفكار واقعية. لذلك هي كانت مخططاتها والأشياء التي تصدرها الآن الدولة من قرارات وتوجهات ورؤية عامة هي بعيدة تماما عن منهجهم السائد. طبعا هذا المنهج خدعوا فيه الجميع، خدعوا فيه المجتمع ككل، لأن المجتمع كان يعتقد دائما أنه في محرم بالمجمل وأن المرأة هي الأساس لهذا التحريم. يعني كان في نقطة كنت أبغى أقولها بس نسيتها. طيب أعود لك بعد قليل. لكن سيدة ريما، أنت الآن مارستي يعني الرياضة النسائية من خلال هذه المؤسسة لديك في جدة، مارستيها هاوية ومحترفة أيضا. الحديث في الفترة الماضية من قبل البعض من أن الرياضة النسائية هي ترف وليس ضرورة، أنت الآن من خلال ممارستك واحتكاكك بشكل مباشر ويومي، ما تقييمك أو ما حكمك لهذا القول بأن الرياضة النسائية في السعودية وهذه المطالب هي ترف وليس ضرورة؟ أول شيء في حاجة ضرورية لازم أني أنا أذكرها، وهي رؤية المملكة 2030. هذه الرؤية تضم فيها أهمية تفعيل وزيادة عدد الممارسين للرياضة من 13% إلى 40%. وهذا موضوع الرياضة ليس فقط أنه هو موضوع أنه هامشي أو ترف كما قد يراه البعض، لكنه مهم جدا من الناحية الصحية، من الناحية الاقتصادية، من الناحية الاجتماعية. أنت بتتكلم على 19 بليون ريال سعودي المملكة بتصرفها على علاج الأمراض المتعلقة بالسمنة، بتتكلم على الكثير من المشاكل الاجتماعية، أنت بتتكلم على استثمار طاقة ل70% طبعا للكل، ولكن أنا أخص 70% لأنه إحنا أكثر دولة فيها أكبر نسبة من الشباب. فيجب كانت الرؤية يعني فعلا كانت بالنسبة لنا رؤية خير، وتفعيلها بدأ من يوم 25 أبريل. فإحنا بالنسبة لنا كتجربة تجارية رياضية، أنا ليه بقول لك تجارية؟ لأنه كانت المنفذ لنا أو المظلة لنا أن نكون تحت مظلة تجارية رياضية. استطعنا أنه ندرب من خلال 10 سنوات الآلاف من البنات والشباب، أيضا بدأنا من عمر 4 سنوات لمن جد إيماننا بأهمية هذه الرياضة كاستثمار للوقاية من كثير من الأمراض الاجتماعية والصحية والنفسية اللي ممكن أنه للأسف الشديد منتشرة عندنا في الوطن. فالحمد لله كانت تجربة فريدة، كانت بدأت أنا كفريق خريجات، ما كانت في مظلة يعني اللي هما خريجات من الجامعات، فكان فريق خاص 3 سنوات وتحول إلى قطاع تجاري. استطعنا من خلاله أنه ندرب وننظم بطولات وكثير من النشاطات الرياضية في مدينة جدة والرياض والخبر كذلك. فالحمد لله يعني كما ذكرت أنه هذه يعني إن شاء الله بشرة خير، لأنه حت التجربة حقتنا حتكون جزء من أتوقع الآلاف من التجارب المنتشرة اللي حتنتشر إن شاء الله في الوطن. نعم يعني ربما نأمل أن تكون هي نواة في مثل هذه المشاريع. لكن سيدة بارعة، لا ترين يعني أنه ربما نشهد قرارات مماثلة في جهات حكومية أخرى، على سبيل المثال وزارة التعليم، يعني تأمنين بأن يصدرون قرار يخص الرياضة النسائية في المدارس على غرار الرياضة المدرسية للشباب؟ في نقطة مهمة أنا أبغى يعني أقولها، وهي لما أنت سألتني السؤال الماضي خطرت على طول على بالي. وهذه النقطة أنا في اعتقادي أنه كنا نتكلم عن المرأة من قبل شوي. المرأة فعلا أستاذ حمد كثير
عانت المرأة السعودية من اضطهاد جدا كبير. الاضطهاد هذا كان في أنا أسميه وأد مبطن لإنسانيتها وكينونتها وحقوقها. يعني دائما الدولة هي من تضع الخطط، هي من تضع الأنظمة. مثل هذا النظام، مثل هذا القرار المهم جدا، نحن ننتظر قرارات توازي بالأهمية، مثل إسقاط الولاية عن المرأة، قيادة المرأة للسيارة. وعلى فكرة أنا لما أقول قيادة المرأة للسيارة حقيقي أنا ترى أشعر بالخجل. أنا من قبل كم من سنة كنت أفخر. لو تحدثنا عن قيادة المرأة هنأخذ ساعة. لا لا، هذه نقطة مهمة جدا سيدة بارع، والله ما في وقت، لكن خلينا نتكلم عن الرياضة النسائية. أنا ما أتكلم عن قيادة المرأة للسيارة، هي على المرأة ثانية. سيدة بارع لو تكرمتي الآن، هل تأملين لو تكرمتي بأنه يعني نشهد قرارات مماثلة حكومية أخرى في على سبيل المثال وزارة التعليم تفرض الرياضة المدرسية؟ هو وزارة التعليم مسألة التربية البدنية بوجه عام أو بشكل عام، أنت لازم ينظر لها إعادة نظر لها سواء كانت للسيدات أو للشباب. نحن للأسف الشديد دائما كان يعني ما في، حتى الشباب عندنا إيش الرياضة اللي تقدم لهم؟ إيش الاستثمار الحقيقي في طاقاتهم الشابة أو مفهوم الرياضة اللي جالس ينزرع عندهم؟ يعني هم يسوون تمارين صباح وبعدين يعني إذا كان في رياضة فهي كرة قدم يعني ساعة في الأسبوع يعني بهذا الحد، لكن ما في استثمار طاقة حقيقية أنك أنت تستثمر هذول الشباب تطلع منهم لاعبين تمثلهم في يمثلون السعودية في الخارج. يكون في، لازم يكون في إعادة نظر في منهج التربية البدنية أو الرياضية بشكل عام سواء كان للشباب. وبعد لما يكون بالنسبة للبنات طبعا يعني هذا يعني اللي المفروض يصير. يعني أنا أتمنى أنه ما يكون هذا المنصب شكلي، ويكون في تغييرات حقيقية نشهدها ونلمسها، ما تكون في مجرد أنه أحلام تنحط على الأوراق وخلاص وكذا نحن يعني نوقف. طيب سيدة لينا، يعني أختم هذا الحوار معك، أنت كممارسة للرياضة بشكل محترف ربما لأكثر من عقد من الزمن من خلال الفريق الذي تملكينه في جدة، ما هي مطالباتكم للأميرة ريما وكيلة الرئيس العام؟ أنتن كمحترفات ومن مارستم هذه الرياضة النسائية، المطالبات الحقيقية التي ترون بأنها ستحقق الجدوى من وجود هذا المنصب؟ أولا أنا يعني لست محترفة، أنا شبه محترفة، وكان لأنه هذا يعني قطاع خاص أو فريق خاص، فكنا كان كثير في من المباريات الودية لعبنا مع كثير من الدول في أمريكا، في ماليزيا، في المالديفز، في الأردن، في الإمارات. الفكرة كانت أنه يعني فريق خاص، لكن الآن أتمنى أنه نكون منتخبات سعودية ليست موجودة، نستطيع بكون أنه يكون عندنا منتخب سعودي ننافس فيه أيضا على مستوى دول الخليج، على مستوى الدول العربية، على مستوى العالم. فهذه صراحة من الأشياء اللي أتمنى، وأتمنى أيضا أكيد يعني أنها تعمم، أنه تكون في فرص أكبر للبنات في الوطن أنهم يمارسوا الرياضة، ويكون في نوادي حكومية. يعني أنا من مصلحتي نقول كقطاع خاص أنه في اشتراكات، وما أبغى أفيد فقط الفئة التي تستطيع أنها يعني تدفع رسوم الاشتراك. أتمنى أنه يكون في نوادي أكثر حكومية يعني بدون أي رسوم للبنات أنهم يستطيعوا أنه يمارسوا فيها. طبعا تحدي كبير، نحتاج كوادر، نحتاج ملاعب، نحتاج أشياء كثيرة، لكن إن شاء الله يعني نتكاتف ونحقق المطلوب إن شاء الله. نعم، شكرا لك ضيفتي من واشنطن السيدة لينا المعينة، المديرة التنفيذية لمؤسسة فريق جدة يونايتد. وأيضا الشكر يمتد إلى الناشطة والإعلامية السيدة بارعة الزبيدي، فشكرا لكم. أهلا وسهلا. لمن فاتته حلقات من الرياض بالإمكان العودة إليها على موقعنا skynewsarabia.com. نهاية جولتنا اليوم، موعدنا يتجدد معكم الأحد المقبل في 8 بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت الرياض. إلى اللقاء.